فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يخلو به فيأخذ بيده، إشارة إلى السرية وإلى الرفق، فإن قبل منه فذاك، وإلا قد أدى الذي عليه. وهذا الحديث بين في منهج السنة في نصح الأمراء والأئمة. وأما هدي الصحابة في النصح فقد قال سعيد بن جبير لابن عباس: آمر إمامي بالمعروف، فقال: إن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه، ولا تغضب إمامك. وفي رواية: ولا تعب إمامك. وقال أبو وائل: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا، أي عثمان، ألا تكلمه؟ فقال: قد كلمته ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، يعني كلمته فيما بيني وبينه، لأن الكلام جهرة يفتح على الناس باب الفتن. وقال عبد الله بن أبي أوفى لسعيد بن جمهان لما شكى له حال الأئمة وقال: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل ويفعل، قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يقبل منك أو يسمع منك فأتي في بيته فأخبره ما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم من السلطان. والآثار في هذا الباب كثيرة جدا. إن أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.